السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في طريقة في ترتيب الشغل اسمها كامبان، وده موقع بيديك زي نموذج أو يخليك تشتغل على حاجة زي كده. أقول دلوقتي أنا عايز أعمل نيو بورت وأسميها مثلا بيم أريبيا، تمام، وده الديسكريبشن بتاعها، تمام، وأقول له كريت ذا بورت، تمام، بيقول لي مين اللي يقدر يأكسس، تمام. ف ممكن يكون في كذا شخص، فانت تختار مين اللي عليه الصلاحيه. هنا تو دو، دي الحاجات اللي انت ناوي تعملها، دي الحاجات اللي انت شغال فيها، دي الحاجات اللي فعلا اتعملت. التاسك تبدا تقول مثلا انا عايز اعمل سينك تو دو، تمام، الديسكريبشن بتاعها، الوصف بتاعها، الاتشمنت، تمام، الكارد تايب بحيث يبقى فيها الوان مختلفه فتقدر تفرق بين العمليات المختلفه، الصين مين المفروض هيعمل الحاجة ديت، الوقت بتاعها هيبقى قد ايه، كرييت اند كلوز، تمام، وتقدر تضيف 2 أو 3 أو 4. ولما تخلص ديت تبدأ تسحبها من هنا للإمبروجرس مثلا، خلصتها هتقول له دان، ان دي حاجة خلاص خلصت، فهو يرتب لك العمليات بحيث ان انت متنساش اي حاجة من العمليات المطلوبة منك.